استاذ محمود باهي الناقد الرياضي بينورنا ويشرفنا في حلقه اليوم. يا حود اخبارك ايه؟ ازيك يا امير؟ نورنا. الله يخليك. كله تمام الحمد لله. رايك ايه في اللي حصل امبارح؟ نبتدي سخنين كده على طول. ماتش السله اهلي وزمالك. هو طبعا المنظر مش مقبول. منظر غريب جدا. هي مباراه في دور ال 16 برضه، في الاول وفي اخر مباراه في دور ال 16، ما كانتش مباراه نهائيه. فحجم الحدث وحجم المنظر اللي احنا شفناه والخناقات والمطاردات في ملعب يعني ملعب رياضي، زائد كمان المباراه بدون جمهور، ده انت يعني انت ممكن نحمد ربنا ان المباراه كانت بدون جمهور او فيها حضور يعني بسيط يقتصر يعني على مسؤولي الناديين او اداريين او كده. فطبعا المنظر كانش مقبول. كان برضو المفروض اتحاد كره السله يكون اللائحه تبقى جاهزه في حاله اللي حصل ده، تبقى تاني يوم على طول العقوبات تعلن. اللائحه مش جاهزه ولا ايه؟ لغايه دلوقتي هو لسه لجنه المسابقات هتجتمع وهتشوف وهتحقق الكلام ده كله. فطبعا الموقف حتى ما يبقى فيه عقوبات مبدئيه، في عقوبات واضحه وصريحه من الاول، ما يبقاش فيه تسويف للموضوع. للاسف دايما بنستنى لما المشكله تقع، لما يحصل مشكله بعد كده نشوف بقى نعمل ايه. هي المفروض ان في لائحه مسلمه لكل الانديه، ده المفروض المفروض والانديه كلها بتقر عليها وبتمضي عليها وبتبقى موافقه على كل حاجه. طبعا المنظر طبعا كان شكله مؤسف جدا امبارح، خصوصا ان هو برده مرتبط باكبر ناديين في مصر. يا اهلي وزمالك دول بيمثلوا شعبيه كبيره، حتى نادي الزمالك شعبيته في كره السله تعتبر برده كبيره يعني. اكيد طبعا طبعا. في نفس الوقت يعني حتى لو الموضوع فيه نوع من الاستفزاز، مثلا لعيب بيستعرض مهارته على لاعب تاني وبيستفزه، انت برضو دورك انك تحكم نفسك. انت برضو لاعب الكوره او الرياضي بشكل عام، سواء كره قدم سله يد، معرض ان هو لاي استفزاز. انا ممكن كلاعب ان بي اي مثلا بتشوف لقطات اكيد. هي الموضوع مش يا امير مش كره سله بس، حتى في الكوره. مثلا نيمار مثلا بيميل للاستعراض ويستخدم مهاراته، وساعات يسيب الكوره يقعد زي ما يعمل حركات حواليها كده، وتلاقيه برده بيستفز المدافعين. بس ما تسيبش نفسك للاستفزاز، والا هتكون بقى تبقى بيعملوا المدافعين. هل بيمسكوا في خناق نيمار مثلا؟ لان برده هناك يا امير في لوائح محدده. يمكن هناك الاستعراض اللي بيعمله نيمار ده يبقى تسويقيا حلو حلو للبطوله اللي بيلعب فيها. طبعا تسويقيا دلوقتي السوشيال ميديا الحركات دي كلها بتتناقلها. شفنا امبارح اللعبه بتاعت ايهاب امين انتشرت زي ما نقول نار كالهشيم في السوشيال ميديا. فممكن كتير ما تابعوش مباراه كره السله، المباراه كلها اتلخصت في المشهد اللي حصل بتاع امبارح. يعني الناس نسيت نتيجه المباراه، ركزت على حاجتين: اللقطه الاستعراضيه للاعب النادي الاهلي، والاحداث المؤسفه اللي حصلت بعد المباراه. فطبعا ده يعني المفروض ان اللي يكون الرياضي زي ما يقول الطبيب النفسي او المؤهل النفسي او المعد النفسي اللي بيكون في كل فريق رياضي. لازم انت كلاعب انت مؤهل انك تتعرض لاي استفزاز. طبعا. فما بالك يعني مثلا لو تعرضت للاستفزاز ده من جماهير منافس، كان هيكون ايه موقفك؟ هتقلب خناقه وهتقلب معركه كبيره جدا. والحمد لله ان الموضوع طلع بدون خسائر. يعني بس هل لعبه زي دي يا محمود محتاجه كل اللي احنا شفناه ده؟ يعني بص، بخلاف بقى الالوان، بخلاف اهلي او زمالك او كلام من ده، انا بتكلم في العموم، لعبه زي دي تتسبب في خناقه كبيره وكراسي بتتحدف وكلام من ده؟ طب بص، احنا الصح صح والغلط غلط. المنظر مؤسف طبعا، لكن انا برضو انا بعيش دور اللاعب اللي جوه الملعب. في لعيب بيستفز من اقل حركه، في لعيب تاني يقدر يمسك نفسه. فكله مش درجه واحده. هنا بقى دور ايه؟ زي ما بنقول دور المعد البدني، دور الاداري، دور لا، احنا بقى دلوقتي بقينا بنشوف ان الاداري والمدرب بيخش في الخناقه، بيضربوا بيخش في. فواضح ان المنظومه كلها مش مهيئه اصلا يعني. يعني المنظومه كلها مش عارفه ايه واجباتها وايه التزاماتها. ده كل ده وبتلعب بدون جمهور. فما بالك بقى الجمهور، وكمان الصاله ضيقه طبعا. هتبقى مجزره يعني. والحمد لله ان هي عدت على ان هي مجرد خناقه، وهتصدر عقوبات طبعا بالتاكيد. بس العيب على اتحاد كره السله ان كان المفروض تبقى لائحه جاهزه من تاني يوم يكون محدد، وبعد كده استنى بقى نتائج زي ما بنقول مراقب المباراه او اي المكلف بالتنسيق بين الفريقين في المباراه من مندوب اتحاد كره السله. متوقع قرار تركي طلع امتى؟ هيتاخر ولا؟ والله يا امير، هو البيان الصادر هو مجرد ان هو ستنظر لجنه المسابقات في الامر، حتى ما حددوش ميعاد. بس المفترض يكون في اسرع وقت، ده المفترض. امتى بقى؟ احنا هنا عندنا الامور غير بره خالص يعني. طيب المباراه نفسها فنيا شفتها ازاي؟ يعني هل كانت مباراه ممتعه مثيره من وجهه نظرك يعني؟ بخلاف بقى المنظر اللي شفناه في اخر المباراه يعني. لا، دايما مباراه الاهلي والزمالك بتبقى يعني حتى في كل الالعاب، مش كره القدم بس، وفي الطايره، في الهاند بول، وفي كره السله، المباراه كانت ممتعه جدا مثيره، بتروح وبتيجي. برضو حصلت شويه مناوشات، المباراه تتوقف شويه، واعتراض على حضور جماهيري وكده، برضو دي زودت اثاره او وقت وزمن المباراه. لكن هي المباراه كانت مثيره جدا.
استحق الفوز فيها النادي الاهلي في اخر المشوار، وحقق فوز تقريبا يعني هيديله دفعه معنويه كبيره جدا في لنهايه الموسم، خاصه ان النادي الزمالك يعتبر من المنافسين الكبار جدا على بطوله كره السله في مصر في كل موسم. فكده هيبقى النادي الاهلي قدامه بقى الايه الاختبارات الثانيه اصعب، مثلا الاتحاد او الجزيره او سبورتنج، لكن نادي برده نادي الزمالك يعتبر قوه كبيره في كره السله في مصر. شايف الاهلي قدر ان هو يكون فريق حلو في كره السله من خلال مباراه امبارح؟ الدعم واضح من بدايه الموسم بمحترف على اعلى مستوى، كان مقدم مباراه امبارح هايله جدا وكان من نجوم المباراه. فاعتقد ان النادي الاهلي بدا مؤخرا زياده التركيز يتم على الالعاب الجماعيه الاخرى، لان برده بدات تربي شعبيه كبيره. أكيد. امير السوشيال ميديا دلوقتي ممكن تعمل يعني بتضخم شعبيه او بتضخم او بتسوق لامور كانت بعيده عن اهتمامات الجماهير، خصوصا دلوقتي ما بقاش في حضور جماهيري في مباريات كره القدم، فبدات الناس تركز على لا احنا لازم ننافس في كره السله ولازم ننافس في كره اليد ولازم ننافس في كره الطايره. فده طبعا بيحط التزام على مجلس اداره النادي ان هو يلبي احتياجات الجماهير. ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق خلال الفتره الجايه فريق كره السله بالنادي الاهلي رجال. نروح لكره القدم شويه ومعسكر النادي الاهلي في الامارات ومدى اهميته، وخلاص انتهى النهارده والفريق خلاص اعتقد على وصول يعني ان لم يكن وصل يعني مطار القاهره. بتقيم او بتشوف ازاي المعسكر ده ومدى اهميته بالنسبه للنادي الاهلي؟ هو واضح يا امير ان المعسكر كانت ليه اهداف اخرى مش فنيه، بمعنى يعني لم الشمل شويه، تجهيز لاعبين بشكل بدني ونفسي، ان في لعيبه كانت بعيد خالص عن المشاركه. كويس. كانت المعسكر ده هتكتمل الاستفاده منه بشكل كبير لو في مباراه وديه على الاقل. كان هيبقى المعسكر هيبقى يعني نقول حقق نسبه نجاح اكبر شويه، لكن مجرد ان هو التدريبات او زي ما نقول ايه اللعيبه زي فصلت عن اجواء في مصر، حتى في منهم بعضهم ان هو هيكمل اجازته في الامارات. فاعتقد ان المعسكر كان هدفه مش فني اكتر ما هو تقارب شويه بين فايلر وبين اللعيبه، خاصه ان برضه فايلر جه على مسؤوليه بسرعه، يعني دخل في جو المباريات الرسميه بسرعه جدا. الهدف الفني يتحقق بس من خلال المباراه الوديه، ولا ممكن الراجل من خلال التدريبات يجي ينفذ بعض الجمل التكتيكيه، بعض مثلا يعمل ماتش ما بين اللعيبه نفسهم؟ برضه بيبقى فيه استفاده فنيه اكيد يعني. ماشي، بس امير بس برضه لما انت يعني انت برضه لما بتيجي تلعب مباراه مثلا تراي ماتش بينك وتقسيمه بين اللعيبه وبين بعضها، ما انت بتعملها هنا في مصر. طب بتشوف ازاي راي مستر فايلر ان هو ما يلعبش مباراه وديه ضعيفه ويكتفي بالتدريبات؟ رؤيته في القصه دي الحكم على الموضوع المباريات الوديه ده مش شرط، اصل مش شرط. انت لا مش شرط يعني انت حتى لو لعبت فريق انت مثلا رايح الامارات اكيد هتلعب فريق اماراتي. المشكله هناك الدنيا برضه كل الدوريات شغاله في العالم الا مصر. هذا احنا تمام. فاكيد برضو لو انت لو مش هتلاقي فريق متفرغ ان هو عندهم دوري شغال، وعندهم كمان هناك في حاجه اسمها دوريات اولمبيه. فانت لو كنت لعبت كنت اكيد هتلعب يا اما فريق شاب او اولمبي، او مثلا لو فريق اول برضو في الامارات او فريق درجه ثانيه بس بيلعب بالتشكيله الاحتياطيه، لان هم برضو عندهم جدول منتظم، عندهم طبعاً جدول طبعاً مباريات وعندهم ريكفري. فالناس هناك الاجواء هناك منظمه جدا، فدي ممكن تكون من ضمن الاسباب اللي خلت ما فيش مباراه وديه في معسكر النادي الاهلي. لكن زي ما بقول لك المعسكر ليه ابعاد ثانيه اكتر من هي فنيه. ان برضو في بعض اللعيبه اللي كانت محتاجه التركيز عليها زي صالح جمعه، حتى الراجل فيه تصريحات ايجابيه ليه، وصالح جمعه ليه تصريحات ايجابيه جديده ليه. زي ما بقول لك امين ان هو فايلر جه على جو المباريات الرسميه بسرعه جدا، وبعدين مباريات يعني قوية. دوري ابطال، احتكاكات دوري ابطال، بعد كده نادي الزمالك في كاس السوبر، بعد كده بدايه الدوري، بعد كده الدوري لما وقف كانت فرصه شويه ان برضه يبقى فيه نوع من التقارب. وبرضه المدرب خلي بالك فايلر من نوعيه المدربين، هو برضه مش مدرب فني بس، انا قلنا في اول ما تولى المسؤوليه ان هو راجل دارس علم نفس ودارس اعلام، راجل ذكي جدا في التعامل. فبرضه كان من المهم ان هو يقرب شويه ويعرف شخصيه كل لاعب على القرب، لان برضه خلي بالك انت طول ما في ضغط مباريات انت ما بتبقاش متفرغ لامور ثانيه جانبيه. فدي اعتقد ان المعسكر النادي الاهلي في الامارات كان ليه ابعاد ثانيه ممكن تكون اكتر اهميه لفايلر من الامور الفنيه كمان. طيب ده شيء مهم ومميز. متوقع ايه بالنسبه للنادي الاهلي الموسم ده بعد معسكر ده كمرحله اولى، بعدين عندك مرحله ثانيه تدريبات في التتش واستعداد قوي لاول مباراه في الدوري مع الجونه، بعد كده ماتش النجم الساحلي في دوري ابطال افريقيا، المنافسه تتوقعها ازاي سواء في الدوري او دوري ابطال افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي؟ هو بص امير التحدي الاكبر واضح للنادي الاهلي السنه دي اللي هو دوري ابطال افريقيا. كويس. وده واضح ان هو هدف معلن سواء للاعبين، الجهاز الفني، مجلس اداره، حتى فايلر نفسه في مؤتمر تقديمه لوسائل الاعلام اكد ان هو عارف ان النادي الاهلي بقى له فتره طويله ما بيفوزش بدوري ابطال افريقيا، وعارف كويس جدا ان هو وصل اخر نهائيين ولم يحالفه التوفيق نهائيين ورا بعض في 2017 2018، وعارف برضو ان الفريق كان جاي من ظرف قوي جدا في خسارته من سان داونز، فده الهدف الاكبر وده التحدي الاكبر.
بطوله الدوري انت هتبداها مع فريق برضو نقول ايه بلغه الكوره فريق ريزل شويه، فريق الجونه، فريق ملعبه كمان فريق يعني فريق شاب، فريق سريع. الموسم اللي فات الاهلي كسب الجونه زي ما نقول بشق الانفس يعني 2-1، رغم ان برضو اللعيبه المعاره من النادي الاهلي ما كانتش بتشارك في المباراه، لكن فريق الجونه عنده لعيبه مميزه جدا في كل الخطوط، في كل الخطوط، ولعيبه شابه، زائد في برضو حاجه ثانيه بعض خبرات كمان موجوده زي محمد نجيب مثلا عندهم خبرات في الفريق في الحقيقه، زائد ان المباراه هتيجي متحدد لها اعتقد يوم 25 فلو منتخب الاولمبي صعد لنهائي البطوله يوم 22 البطوله اللي هتتلعب في مصر هتكون المباراه بعدها بثلاث ايام، انت برضو عندك مجموعه من لعيبه المنتخب الاولمبي، يمكن رمضان صبحي اللي هو ابرز يعني اهم ابرز البصمات الفنيه اللي فايلر اللي ظهرت بيعتمد عليه يعني فدلوقتي انت المباراه بعدها بثلاث ايام دي برضو من احد الايه التحديات اللي هتقابل الجهاز الفني النادي الاهلي في المباراه، استعداد لمباراه الجونه، ثم انت عندك رحله لتونس مباراه برضو اصعب مع النجم الساحلي. فاعتقد ان كان فتره اللي هي الجونه ثم النجم الساحلي لو عديت المباراتين دول بمكسب، خصوصا كمان نجم الساحلي عنده مشاكل كتيره جدا فالنادي الاهلي مطالب ان هو يستغل الكبوه او الفجوه الاداريه اللي في نادي النجم الساحلي، كمان ما عندهمش ملعب، بيدوروا على ملعب، اصلاحات في ملعب سوسه وملعب رادس لغايه دلوقتي هو مبدئيا ملعب رادس، فمطالب ان النادي الاهلي يستغل اللي هي الحاله الفنيه دي، ولو اني كنت اعتقد ان لو كان الدوري استمر كان هيبقى افضل للنادي الاهلي، لان الاهلي كان في حاله فنيه كويسه جدا وطول ما انت الريتم بتاعك شغال والايقاع شغال طبعا وتيجي توقفه مره واحده كانك بقى هتبدا الموسم من اول وجديد. فاستئناف المسابقه بمواجهه الجونه ثم النجم الساحلي هتشكل صعوبه شويه نسبيه الوقت ما على فريق المباراه، يعني انت مثلا عندك باذن الله تعالى منتخب الاولمبي يوصل لنهائي البطوله يعني يوم 22 مباراه، مباراه النهائي باذن الله، بعد كده تلعب 25 وبعد كده تلعب 29 هل التوقيتات دي هتكون عائق بالنسبه للنادي الاهلي ولا بتشوف ما زي ما بقول لك يا امير ده التحدي بقى، هل المنتخب الاولمبي يصعد للمباراه النهائيه؟ طبعا نتمنى. طب ليه طالما هو تحدي هو بقى تحدي تمام، بس ليه اتحاد الكوره ما فكرش في الجوانب دي مثلا؟ هو اتحاد الكوره اعتقد ان هو مش حمل تاجيلات جديده، طبعا احنا شفنا الازمه الاخيره وتاجيل الدوري والكلام ده كان حصل صدام كبير جدا بين الانديه وبين اتحاد الكوره، اتحاد الكوره كان في حيره شديده فراح اجل المباريات كلها، ولو ان انا كنت افضل ان مباراه الجونه تتلعب قبل توقف الدوري، لكن طبعا دربكه الجدول ثم تاجيل مباراه الزمالك فجاه والكلام ده كله، فاعتقد ان هو حط النادي الاهلي تحت ضغط مباراه اللي هي بتاعت الجونه انك هترجع بعد مباراه رسميه للمنتخب الاولمبي، حتى لو المنتخب الاولمبي لا قدر الله ما وصلش المباراه النهائيه او احنا طبعا املنا ان هو يوصل اول ثلاثه هيكون في مباراه ثالث ورابع برضه هتتلعب، برضه هيكون المسافه الزمنيه بين مباراه المنتخب الاولمبي ومباراه النادي الاهلي هتكون حوالي 3 أو 4 أيام فدي هتبقى تحدي كبير جدا لفايلر. ماشي هنشوف باذن الله الجهاز الفني يقدر يتعامل مع الموقف ده ازاي وان شاء الله ينجح في التعامل. عايز اتكلم شويه على المنتخبات، المنتخب الاول بالتحديد، وشفنا ازمه بيراميدز والمنتخب ولاعيبه بيراميدز اللي ما راحوش في الاول وبعد كده جم يروحوا فكابتن حسام بدري قال لهم لا. بتشوف الازمه دي ازاي؟ ازمتها اصلا؟ والله هي ازمه بدون داعي. دايما عندنا ازمات من غير لازمه. يعني هو واضح المشكله عندنا الانديه بتقارن نفسها ببعض. لا انا مش اقل من الاهلي والزمالك. انت شايف الازمه فين اصلا عشان نوضح للجماهير؟ يعني ممكن ما حدش يكون عارف ايه اللي حصل بالظبط. يعني الازمه الظاهر ان هو الظاهر يعني او اللي بيقال من المسؤولين ان هو الامور ما تمش بشكل رسمي اللي هو فاكسات رسميه، لا ده هي كلها بمكالمات هاتفيه وديه وبالاتفاق وبالحب زي ما بنقول. نادي بيراميدز شايف ان الجهاز الفني المنتخب جامي الانديه على حسابه بشكل واضح، اهلي وزمالك على حسابه. ازاي؟ قصه استدعاء لاعبيه، يعني مثلا دلوقتي لاعبي الاهلي والزمالك انضموا لمعسكر المنتخب متاخر شويه عشان في معسكر لنادي الزمالك في معسكر لنادي الاهلي، بيراميدز كان بيلعب مباراه في الكونفدراليه الملحق الكونفدراليه مع يانج افريكانز، فازاي ان هو بيراميدز لا احنا كمان ندي للاعبتنا شويه راحه قبل ما ينضموا لمعسكر المنتخب. فالموضوع ماشي بشكل مقارنات، لا احنا مش اقل من الاهلي والزمالك اللي هو زي بنعمل ضجه كده ونقول لا، وكمان بيراميدز يعني بيتسلح ان هو عنده عدد كبير جدا من لاعبيه في منتخب مصر 7 تقريبا 7 لاعبين، وبيقول ان احنا عندنا عدد لاعبين اكتر من انديه ثانيه، فواضح ان المقارنات انا مش اقل من الاهلي والزمالك، فبقى كل نادي من وقت للتاني تحصل مشكله فتحصل ضجه تقول لا انا مش اقل من الاهلي والزمالك عشان ما يبقاش انا ذنب بيقولوا ايه ببلدي انا الحته المايله، لكن هي طبعا ازمه ملهاش اي داعي خالص، خصوصا كمان لعيبه بيراميدز في منهم لعيبه المفروض كابتن حسام البدري حاطط عليهم امل كبير على رأسهم عبد الله السعيد طبعا. فشايف ان الازمه الاول ملهاش لازمه ومفروض اتحاد الكوره يكون متداخل بشكل قوي. حلها ايه الازمه دي؟ حلها هو تم استبعاد اللعيبه. تم استبعاد طب هل في عند في الموضوع؟ ما هو واضح في الباطن كده يعني اللي ظاهر لنا الكلام اللي انت اتكلمت فيه الكواليس ايه بقى؟
والله زي ما بقول لك يعني الكواليس ان احنا برضو كابتن حسام بدري كان محسوب على نادي بيراميدز السنه اللي فاتت. علاقته مثلا بمسؤول هناك كلام من ده؟ وارد. كل شيء وارد. لكن مثلا لما يجي المدير التنفيذي لنادي بيراميدز بيقول انا بتصل ممدوح عيد ان هو بتصل بكابتن حسام بدري 4 مرات ما بيردش. فطبعا كل الكلام ده الامور ما بتتمش باحترافيه شديده يعني. للاسف. فالجهاز الفني المنتخب للاسف الفتره اللي فاتت هو بادئ بكذا مشكله يعني. ما كناش نتمنى ان هي تحصل كده. وكمان انت دلوقتي داخل على معترك رسمي انت طبعا. المعسكر الشهر اللي فات كان مباراه وديه مع بوتسوانا. انما دلوقتي انت داخل بقى مع كينيا وجزر القمر وهتلعب ماتش ودي مع ليبيريا. فاعتقد انه محتاج لكل اللعيبه. فتحصل ازمه زي دي ان هو قبل ايام قليله اتمنى ان هي يلاقوا لها حل يعني. اتمنى يعني اهميه المباراه الوديه بكره وهل ممكن المنتخب يتاثر بلعيبه بيراميدز وغيابهم عن الفتره اللي جايه كلها؟ والله يعني المباراه الوديه بكره ممكن كابتن حسام بدري بيجرب بعض العناصر اللي هي البديله اللي هو بيحاول اللي هو يطعم بيها في ماتش جزر القمر. لان هو اعتقد ان كابتن حسام بدري هيلعب بتشكيلته الاساسيه في ماتش كيني هنا في مصر. وهيريح بعض اللعيبه في مباراه جزر القمر. طبعا اختلاف قوه الفريقين. جزر القمر برده مهما كان فوارق كبيره جدا بيننا وبينهم. فهيسمح للجهاز الفني ان هو ممكن يعمل شويه تعديلات. شويه التعديلات دي لازما تكسب بعض اللعيبه اللي هي الخبرات الدوليه او الاحتكاكات الدوليه شويه. في لعيبه تنضم لمنتخب مصر اول مره. فممكن يكون مباراه غد دي هتكون بشكل كبير هتحسم مين اللي هيقدر يفرض نفسه ان هو يخش في التشكيل الاساسي لمباراه جزر القمر مش مباراه كينيا. مباراه كينيا بنسبه فوق 90% هتكون بالتشكيل الاساسي لمنتخب مصر. نتمنى كل التوفيق للكابتن حسام بدري طبعا المنتخب الوطني الاول. وتحديات مهمه جدا بالنسبه لهم في الحقيقه. الاهم بالنسبه لنا الفتره دي المنتخب الاولمبي. اول مباراه بعد بكره مع منتخب مالي ومنتخب من المنتخبات القويه جدا في الحقيقه منتخب مالي. بتشوف الاستعداد ازاي بالنسبه للمنتخب الاولمبي؟ وهل باذن الله باذن الله البدايه هتدينا دافع قوي لاستكمال المشوار وتحقيق الاهداف؟ هو المنتخب الاولمبي قدامه تحديات كتيره جدا يعني. اولا طبعا بخلاف اللي هو التحدي الخاص بالبطوله او الفوز بيها او اولا اللي هو التاهل للاولمبياد بين اول 3 منتخبات ثم الفوز بيها وبعد كده تعويض اخفاق المنتخب الاول في كاس الامم عندنا في مصر. هتلعب على ملعبك وسط جمهورك مع جيل ما تعودش يلعب قدام جماهير بشكل كبير الا 3 أو 4 لعيبه بالكتير يعني. ده عامل ايجابي ولا سلبي هيبقى معانا موضوع الجمهور؟ عامل يخوف يعني. هو يقلق شويه. هل يعني مدى استجابه اللعيبه انها لا تلعب تحت ضغط واللعيبه كمان في دماغها اللي حصل للمنتخب الاول. المسؤولين بياكدوا كده، الجهاز الفني بياكد كده، واللعيبه نفسهم بتاكد كده. لكن المهمه مش سهله على الاطلاق يعني. طبعا طبعا. برضو لعب في استاد القاهره ليه رهبه للعيبه كتير ما سبقش ليها ان هي تلعب في استاد القاهره. مشاكل فنيه بالنسبه برضو لتوقف الدوري. عشان كده بنقول انا شايف ان توقف الدوري كان استمرار الدوري مش توقفه كان برضو افضل للمنتخب الاولمبي. ان هو برضو كان في بعض اللعيبه كابتن شوقي غريب كان عايزها ان هي تخش في خرمه المباريات بشكل اكبر. وفي نفس الوقت في مشكله في حراسه المرمى، ال3 حراس ما بيشاركوش بشكل اساسي مع انديتهم. فدي من المعوقات الفنيه. عندك معوقات النفسيه زي ما بنقول عامل الجمهور. هل اللعيبه دي هتقدر تتحمل ضغط الجماهير في ظل اللي هو برضو تطلعات اللي هي التاهل للاولمبياد؟ زائد برضو المنافسين يعني انت هتبدا بدايه انا شايفها بدايه قويه جدا طبعا يعني. منتخب مالي يا امير الجيل اللي بيلعب دلوقتي هو جيل مبني على منتخب الناشئين في 2015 و2017. مالي خدت في مركز رابع وخدت ميداليه برونزيه وخدت برضو ميداليه فضيه في كاس العالم للشباب تحت 20 سنه. فالفريق حاليا بيضم ال3 حراس مرمى هو مكون من الجيل اللي هو بتاع كاس العالم للناشئين تحت 17 سنه في 2015 و2017 الحراس المرمى الثلاثه. تمام. في عندهم ميزه ثانيه، عندهم اكتر من لاعب عنده اجواء اللعب في البلاد العربيه. طبعا اليو ديانج في النادي الاهلي، في زميله لاعب الوسط بيلعب في اولمبيك خريبكا، في عندهم مدافع بيلعب في الصفاقس التونسي، وعندهم برضو لعيبه برضو بتحترف في انديه كويسه، منهم لعيب بيلعب في ناشئين باريس سان جيرمان بيلعب دوري ابطال اوروبا للشباب اسمه موسى سيسوكو. ده برضو لعيب كويس. مميز ده. راسين الحربه برضو من الجيل بتاع منتخب الناشئين اللي في 2015 2017. فواضح ان الجيل ده طالع مع بعض يعني طالع واحد. عندهم انسجام حوالي 6 أو 7 عناصر. الكلام ده مش عندنا للاسف يعني. احنا عندنا برضو كان الجيل بتاع مواليد 97 كان مع كابتن معتمد جمال للاسف ما قدرش يتاهل لكاس العالم للشباب. ففريق منتخب مالي انا شايفه ان هو اصعب منافس لينا. فهتبدا البدايه قويه. اتمنى ان يكون برضو رهبه
انك بتلعب في وسط ملعبك وجماهيرك تتنقل للمنافس، لكن اعتقد انها تبقى مباراه صعبه قوي، يمكن اصعب مباراه مباراه مالي. لان هو زي ما بقول لك امير، هو منتخب متجانس وجيل طالع مع بعضه، زي ما كان كابتن حسن شحاته جيل 83 مواليد 83 اللي هو فتحي وعبد ربه وعمرو زكي ومتعب، طبعاً ثم لحق فيه اللي هو شوقي وحسام غالي، فكان في تدرج في الاجيال والفريق ده منسجم مع بعضه، والمدير الفني بتاعهم بيعمل معاهم من فتره طويله. فمنتخب مالي من المنتخبات اللي هي بتعمل نتائج كويسه في المراحل العمريه الصغيره، على مش على مستوى افريقيا لا، كمان على مستوى بطولات العالم. فمالي يعتبر من اقوى المنافسين في البطوله. في ظل القلق من الجماهير المصرية بعد المباريات الودية للمنتخب الأولمبي، مطلوب إيه خلال الفترة الجاية سواء من كابتن شوقي غريب أو من الجمهور اللي هيكون متواجد في المدرجات؟ بص يا أمير، أنا مش قلقان بنسبة كبيرة من الجمهور، لأن يعني برضه الجمهور برضه كان منتخب مصر الأول في كأس أمم أفريقيا كانت عروضه سيئة جدا، مش مرضية، ومع ذلك الجمهور ما كانش وحصلت مشاكل كتيرة بره الملعب بخصوص لعيبة كبار في الفريق، ومع ذلك كان الجمهور مدعم ومساند كويس. ما كانش فيه اللي هو الزوم، يعني ان هو ما بيزومش او ما بيستهجنش لعيبه او بيخش في احتكاكات او بيهتف ضد لعيبه. فانا مش قلقان من عامل الجمهور بنسبه كبيره يعني. القلق كله زي ما بقول لك اللي هي العناصر الفنيه اللي هتلعب لاول مره تحت ضغط جمهور، وكابتن شوقي غريب وتاهيله للاعبين في النقطه دي، واستقراره على خطه معينه، ان كابتن شوقي غريب بيقول انا جربت اكتر من خطه في المباريات الوديه عشان بحاول اجهز كذا لعيب يلعب في اكتر من مركز، فده برضو تحدي على كابتن شوقي غريب. بس التوقيت اعتقد كان غلط شويه، التوقيت ان انت بتجرب فيه لعيبه في اماكن مختلفه في اخر مباراه وديه ليك قبل البطوله، مش برضو امير؟ لان العناصر المتاحه ليه اصلا مش اساسيه في انديتها، يعني في تنقلات كتير. انت لما تيجي تتكلم في قائمه المنتخب الاولمبي هتلاقي عناصر كتيره جدا اساسيه في انديتها، يعني لعيب الجونه اكترهم. ماشي، ولاعيبي الاهلي. لاعبي الاهلي، ما انت عندك مثلا رمضان صبحي رمضان نجم الفريق طبعا، تمام، وقائد الفريق صلاح محسن على فترات. بالظبط كده، ما ده اللي برضه صلاح محسن على فترات. مصطفى محمد في الزمالك مثلا، مصطفى محمد يعني بدا الموسم ده شويه مع الزمالك كويس، وكان الموسمين اللي فات مع طنطا وطلع جيش كان كويس. طاهر محمد طاهر، لكن اللعب على المستوى الدولي مختلف يا امير. يعني مثلا اسامه جلال، مصطفى محمد لعيب مميز جدا، لكن برضه ما اندمجش مع او ما شاركش بشكل كبير مع نادي الزمالك في بطوله افريقيه مثلا، ما شاركش سيزون كامل مع نادي الزمالك. لكن رمضان صبحي راجل لعب كاس عالم، لعب كاس امم افريقيا، لعب دوري ابطال افريقيا اكتر من مره مع النادي الاهلي، موسمين احتراف في الدوري الانجليزي، فده يعتبر اتقل عنصر عندك في الفريق. فكان كابتن شوقي غريب هو بيتمنى بينه وبين نفسه ان هو يكون عنده 3-4 زي رمضان صبحي بنفس المقاومات، وهم هيسوقوا بقيه الفريق، يعني او بقيه الفريق يطلع عليهم، او زي ما يكون ايه زي يشيلوا الفريق على كتفهم. شايف ان المهارات او القدرات الجيده جدا اللي عند عناصر منتخبنا تعوض عدم الانسجام النسبي او عدم المشاركه لبعض اللاعبين زي ما انت بتتكلم؟ يبقى الامكانيات الفنيه ممتازه، في عمار حمدي برضو في النادي الاهلي، وكان عمل النص الثاني من الموسم اللي فات بشكل ممتاز مع نادي الاتحاد. في احمد ابو الفتوح في نادي سموحه بتيجي فيه اشاده كبيره جدا من كابتن حسام حسن، ومن كابتن شوقي غريب نفسه. وكابتن شوقي غريب بدا يعتمد عليه في اكتر من مركز، لو قلب الدفاع ومركز الباك الشمال. طاهر من العناصر اللي عليها كلام كتير جدا، وتم ترشيح للنادي الاهلي اكتر من مره، وخاض برضو تجربه قصيره في الدوري الفرنسي مع نادي لوهاف. مع ناسين ناصر ماهر كمان، ناصر ماهر برضو من ضمن العناصر المميزه جدا. لكن يا امير العناصر المميزه شيء، والاحتكاك الدولي شيء تاني خالص. يعني فاهمني، يعني برضو في لعيبه محتاجه ان هي مثلا ناصر ماهر لو كان استمر في نادي الاهلي موسمين ثلاثه كان هيتقل اكتر، يعني هو لعب في سموحه معار، لعب في بتروجيت معار، لكن برضو لما اتحط تحت ضغط شديد في دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي برضه لسه صغير، محتاج اللي هو ما هو اللعيب ده المشكله يا امير في الجيل ده ان الجيل ده كله طالع سند على بعضه، ما فيش اللي هو يعني مثلا حتى في الانديه معدل الاعمار كله قريب من بعض. لكن كنت الاول بتيجي مثلا تلاقي في الجيل اللي فات، الجيل الذهبي اللي فات، كنت بتلاقي مثلا لعيب عنده 26 27 سنه ولعيب عنده 20 21 سنه. لا دلوقتي الجيل كله طالع مستوى الاعمار قريب جدا من بعض، فمعدل الخبرات ممكن يعني مثلا يطلع لك بدايه امل مثلا لعيب زي رمضان صبحي يبقى فلتة، عندك مصطفى محمد فلتة، عندك مثلا طاهر فلتة، لكن كلهم في مستوى عمري ومستوى خبرات يعتبر واحد ومتقارب. فدي برضو بتبقى عائق كبير جدا قدام الجهاز الفني. تتوقع مين يكون حارس مرمى منتخب مصر، عمر رضوان ولا محمد صبحي ولا عمر صلاح؟ لا بنسبة كبيرة عمر رضوان. عمر رضوان. ايه اللي يرجح كفته؟
اولا محمد صبحي كان حارس مميز جدا مع نادي بتروجيت، لكن لما اتنقل للزمالك السنه دي ما لعبش غير اخر 20 دقيقه في ماتش جنراسيون. واضح ان هو كان عنده ثقه كمان لما نزل، ثقه في نفسه كويسه في ماتش. هو حارس كويس جدا. حارس كويس جدا، وكابتن ايمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الاول كان هو اللي اشاد بيه اشاده كبيره، وهو اللي وراء التعاقد نادي الزمالك معاه، وقال ان ده مستقبل قدامه. هو حارس كويس وادى موسم كويس مع بتروجيت رغم هبوط بتروجيت، لكن هو كان مؤدي موسم كويس جدا. كويس. برده عمر صلاح نفس القصه، ما كان مع نادي الزمالك لعب نهائي الكونفدراليه ضد نهضه بركان وعمل ماتش هايل في المغرب، لكن برضو بانتقاله لسموحه بعد عن الصوره. عمر رضوان برضو بعد شويه مع الجونه، لكن معدل مشاركته في المباريات او حساسيته في المباريات اعلى شويه. يعني هو بيتبادل القصه مع، يعني بيتبادل مشاركه مع محمود الغرباوي زميله في الجونه، فمعدل مشاركته اكتر. وكابتن شوقي غريب بيدور على عناصر اللي هي عندها الحساسيه دايسه الملعب اكتر شويه. فعشان كده اتوقع بنسبه كبيره ان يكون عمر رضوان هو الحارس الاساسي في البطوله. متفائل ان شاء الله؟ والله بص يا امير، يعني كره القدم يعني ما فيهاش تفاؤل وتشاؤم، بس اتمنى، يعني اتمنى ده كمعطيات انت بتشوفها، يعني لا اتمنى ان اللعيبه تتحمل مسؤوليه شويه بس مش اكتر. يعني برضو الجيل ده تحس ان هو ايه، يعني في يعني متدلع شويه. الجيل ده محتاج يعني ان هو يبص للجيل اللي فات. يعني متدلع بمعنى ايه؟ يعني حصل اخفاقات كتيره جدا، ومع ذلك تحس ان في حاله من ايه، يعني رد الفعل عندهم مش قوي او بيبقى متاخر. الجيل ده لازم يبص للجيل اللي فات. يعني محمد صلاح ومحمد النني طلعوا عن طريق الاولمبياد لندن، كان ادائهم كويس جدا فعلا. شاركوا مع منتخب مصر للشباب في كاس العالم 2011. حجازي والنني ومحمد صلاح، كان الجيل ده هو اللي كان، احمد الشناوي كان موجود، واحمد الشناوي كان فتره من فترات هو حارس مرمى بيراميدز، كان مرشح ان هو ينتقل لنادي ريال بيتيس الاسباني وهو من النادي المصري. فانت برضو لازم تطمع اكتر في انجازات اكتر، ما يكونش مجرد طموحك انك تلعب اساسي في الدوري المصري. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، وكلنا وراهم وبندعم طبعا منتخبنا الاولمبي، لان في الحقيقه يعني تحدي مهم جدا، ومن خلاله تقدر تحقق هدفين. الاول ان انت تتاهل لاولمبياد طوكيو ان شاء الله باذن الله 2020، والثاني ان انت تفوز باللقب باذن الله تعالى. عايز اتكلم معاك شويه بقى عالميا، بعد ماتشات دوري ابطال اوروبا امبارح، ايه رايك؟ ماتشات فظيعه في الحقيقه. يعني متعه ما فيش احسن من كده بصراحه. يعني شفت مثلا ماتش اياكس وتشيلسي مثلا، دورتموند انتر ميلان مثلا، ده حاجه جامده جدا. في برشلونه وسلافيا براغ يعني، بس انت تعادل سلبي بس كان ماتش حلو برضه. لا هو بص، في يعني تحس ان القوى الكرويه الكبيره في اوروبا مهزوزه جامد يعني. يعني فالفيردي داخل ببرشلونه في حيطه سد. وما بيغروش المدرب. لا هو بص العقليه هناك، لا ما بيغيروش المدرب. يعني مدرب مغلوب 4-0 من ليفربول، وقبلها 3-0 من روما، مع ذلك هم عندهم مشروع، هم الواحد يعني اداره برشلونه وحدها هي اللي عارفاه. العالم كله مش عارفه، لكن اداره برشلونه هي اللي عارفاه. هي بتتحرك في اتجاه غريب جدا. يعني في اداره كانت عايزه نيمار، وراحت جابت جريزمان اللي هو اصلا مش واضح ان العلاقه بينه وبين ميسي في الملعب مش مفيش تجانس خالص، مهزوزه. يعني هم الاثنين بينه وبين بعض يعني ما بيبصوش الكوره لبعض اصلا تقريبا، الا نادرا يعني مره ولا مرتين كل شوط. ولعيب جايب ثمن كبير. الناحيه الثانيه مثلا انتر ميلان، يعني ممكن مشكله برشلونه دي ممكن تاثر عليه، ممكن نتوقع مفاجاه ان برشلونه بره دوري الابطال من الدور الاول. انه عنده بروسيا دورتموند وعنده انتر ميلان في ايطاليا، وانتر ميلان في ايطاليا، برشلونه اصلا في ايطاليا نتائجه ضعيفه. يعني ما كسبش غير مره واحده ميلان، واتغلب هناك مره او مرتين وتعادل مره. وميسي كميسي اللي هو الايقونه اللي بيعتمد عليها برشلونه، برده اداؤه في الملاعب الايطاليه ضعيف. ما جابش ولا جون في سان سيرو. فدي برضو تحط لك علامات استفهام كتيره. يعني عندك برشلونه الهداف بتاعه في دوري الابطال ميسي، والاهداف الذاتيه لا دي حاجه صعبه جدا يعني فعلا. حاجه صعبه. عندك ليفربول ماشي بخطه ثابته، يمكن هو دلوقتي اكتر فريق يعتبر متماسك في اوروبا. ريال مدريد كلام كتير وزيدان وتجيله هدايا من برشلونه فيضيعها في الدوري للاسف اكتر من مره، يفرط في الصداره. ليفربول متماسك يا امير. بس بما اننا بنتكلم على ليفربول، في بعض الجوانب اللي ممكن نتكلم فيها، يعني بتحديد خط الدفاع. السنه دي اهداف كتيره بتخش من بدايه الموسم في ليفربول. هتقول لي ادريان هو اللي كان بيلعب في بعض الاحيان، لكن ادريان برضو قاد الفريق للدوري الاوروبي او السوبر الاوروبي، وبعض المباريات قدر ان هو يرجح كفه ليفربول. نفس الكلام بالنسبه لخط الهجوم، التفاهم ما بينهم من زي السنتين اللي فاتوا. يعني للاسف مثلا محمد صلاح بيلعب بشكل فردي اكتر، بيحاول يحرز اهداف. نفس التفكير نسبيا عند ماني، فيرمينيو طبعا هو اللي بيحاول يساعد شويه. فكل ده ممكن يكون بيأثر على ليفربول. هو امير بالنسبه لليفربول زي ما بقول لك فريق متماسك، مشكلته البدائل اللي بره مش قويه، فلما بيصاب لاعب المنظومه بتهتز شويه. يعني مثلا ماتيب اتصاب فالمنظومه بتهتز بالظبط.
اليسون اتصاب فالمنظومه بتهتز، يعني مستوى البديل ما بيبقاش قريب، بياخد فتره عقبال ما بيندمج مع الفرقه. الخط الامامي صلاح بشعر ان تركيزه بقى بره الملعب كتير قوي. تمام. برضه حته هو يجيب اجوان، عايز يجيب اجوان دايما، ده طبيعي، ده بالعكس طبيعي، ده حاجه كويسه بس ما ياثرش على الفريق. بالظبط كده بقى، ما ياثرش على الفريق. وبعدين احنا كلنا نفسنا صلاح يجيب اجوان بصراحه، بس برضه ما تاثرش على الفريق وتخش في صراع معلن بينه وبين ماني ويشوحوا لبعض ويزعقوا لبعض في الملعب. دي برضه بتسيب، مهما اتقال الكلام برضه بتسيب برضه في النفس ايه، الله اعلم برضه النفس جواها ايه. ما كل واحد ده انا عايز اكسب احسن لاعب في افريقيا، كذلك صلاح. بس صلاح دلوقتي كان هداف الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت، خد كل الالقاب الفرديه. تمام. عرشه لما مهم، عرشه بيهز، يعني احنا شفنا ميسي ورونالدو، لكن صلاح اللي خد عرشه مدافع، قلب دفاع، يعني مش مهاجم، مش هداف، مش سوبر ستار. فتخيل ان يكون نجم الفريق دلوقتي هو مدافع الفريق اللي هو فيرجيل فان دايك. فصلاح تركيزه واضح ان هو بره الملعب من بدايه الموسم. تمام. زائد الاصابه الاخيره في ماتش ليستر سيتي، واضح ان هو مش متعافي منها بشكل كامل، مش بنسبه 100%. كلوب ما بيغيرش صلاح الا للشديد القوي، كان دايما خياره الاول في التبديل كان ساديو ماني مش صلاح. فمعنى ان استبداله بعد 60 دقيقه تقريبا، فده يوضح ان صلاح ما كانش 100%. ماتش امبارح لعب كله، لا بس برضو انت بتلعب على ارضك، وايه ماتش تقدر تقول مستريح شويه، يعني انت مش مضغوط، بتلعب برضو على فارق برضو مستوى كبير. لكن مثلا في ماتش مانشستر سيتي صلاح هيكمله للاخر، ماتش مانشستر يونايتد صلاح كان بره القايمه خالص. فبرضو الاصابه بتاعته في ماتش ليستر سيتي كانت عنيفه شويه، ماتش استون فيلا خرج في الدقيقه 65 ومأثره عليه، وباين ان هي مأثره عليه، وممكن هو يكون كمان خايف على رجليه طبعا، وده طبيعي لان الاصابه كانت جامده شويه. اكيد. فيرمينو يعتبر الحلقه الهاديه اللي في ليفربول، ما مش مثير للمشاكل، تحس ان هو بيلعب للمتعه. بيلعب للمتعه. ساديو ماني عنده شويه غل ان هو لا انا لازم ارجع انافس، انافس واخد احسن لاعب واجيب اجوان كتير. واعتقد ان هو تأثيره السنة دي باين جدا في ماتش استون فيلا، يعني تتوقع ليفربول يقدر يحقق الدوري؟ ده الأهم بالنسبة لهم، إن هو يحافظ على الشامبيونز ليج، ولا الأمور هتبقى صعبة؟ خصوصا مثلا عودة لعيب زي تشامبرلين بمستوى كويس بعد الإصابة الطويلة، ده ممكن يساعده؟ يكسب الدوري ليفربول لو حافظ على نفس الفارق ده لغاية نهاية الدور الأول مثلا. لأن برضه الدور الثاني أمير داخل فيه، ممكن يبقوا 9 بعد مباراة مانشستر سيتي مثلا، يا 3 يا 9. مشكلة مانشستر سيتي الماتش الجاي هو اللي هيبين. مانشستر سيتي فريق يعني شرس جدا، متكامل طبعا، شرس جدا، وعنده بدائل كتيره، ممكن يخسر مباراه لكن بيوصل الجول كتير. لكن صح. فريق ليفربول ممكن يكون سيء جدا بس بيكسب، حلوله على المرمى مش كتير باستثناء الثلاثه اللي قدام وطرفين الجنب اللي هو ارنولد وروبرتس. نتمنى كل التوفيق لنجومنا المصريين في الدوريات الاوروبيه المختلفه، طبعا ابرزهم محمد صلاح. يا محمود انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا يا امير. شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا حلقه جديده مهمه جدا بكره باذن الله تعالى. الى اللقاء.